أهلا بكم. عندما أسست ميليشيا الحشد كان الهدف المعلن لهذا التأسيس هو دعم القوات الحكومية التي هزمت أمام مسلحي تنظيم الدولة في العام 2014. حظيت هذه الميليشيات الطائفية فيما بعد بدعم لوجستي إيراني كبير، وكان مفترضا أن تنتهي مهمتها بانتهاء استعارة المدن والقضاء على تنظيم الدولة، لكن تبين لاحقا أن الهدف الحقيقي هو خلق ميليشيات طائفية مسلحة على شاكلة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، مهمتها منافسة الدولة الرسمية، حيث تحول الحشد من مشروع استعارة المحافظات من سيطرة تنظيم داعش عسكريا إلى مهمة التغيير الديمغرافي في المدن السنية المستعادة، بعد أن تم تقنين الميليشيات واعتبارها جهازا أمنيا تابعا للحكومة. وهكذا تآكلت الدولة العراقية خلال المرحلة الماضية وتم تجريفها طائفيا عبر عشرات الميليشيات الطائفية ذات الصبغة التبعية الإيرانية وتمزيق وحدة المجتمع العراقي الوطنية، بعد تحول ميليشيا الحشد إلى أهم قوة عسكرية طائفية لم يقتصر خطرها على العراق فحسب، بل أصبح هذا الخطر عابرا للحدود. خطر مشروع الميليشيات الطائفية على العراق وعلى جواره العربي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ميليشيات الحشد فعلا مجرد تشكيل عسكري حكومي بدون مشروع ومضمون سياسي؟ وكيف صار لهذه الميليشيات اليد الطولة والكلمة الفصل في العراق سياسيا وعسكريا وأمنيا؟ وهل أصبحت حكومات العراق بعد العام 2003 في موضع المغلوب على أمرها إزاء تغول وتوسع الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة؟ ولماذا يسمح لهذه الميليشيات أن تكون تنظيمات طائفية مسلحة عابرة لحدود العراق والانخراط في صراعات المنطقة ذات الصبغة الطائفية؟ وما هي خطورة استخدام إيران لهذه الميليشيات في صراعاتها الإقليمية والدولية واستخدامها وإيصال رسائلها العسكرية من خلال هذه الميليشيات؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، سليمان العقيلي. تتحكم بالعراق وكأنها دولة مستقلة، وتحمل فكرا عابرا للحدود باعتبارها جزءا أساسيا من مشروع إقليمي توسعي هندسته إيران. إنها ميليشيات الحشد التي مرت بعدة مراحل تطور حتى أصبحت صاحبة الكلمة الفصل في العراق والنافذة بكل مؤسساته السياسية والمتحكمة بكل موارده. لم يقتصر خطر هذه الميليشيات على واقع العراق الحالي، بل صار وجودها يهدد مستقبله. إدارة الفوضى، إدارة الفوضى وتهجير السكان وتغيير ديموغرافي المحافظات وممارسات الابتزاز والسرقة والتهريب ونشر الرذيلة أمام مرأى العالم ومباركة الدول المتحكمة بالملف العراقي وخصوصا أمريكا يعد أمرا ثانويا مقابل أقحامها العراق في ظل النزاع الأمريكي الإيراني وتصدرها للدفاع عن مصالح نظام طهران عبر مشاركتها في حروب اليمن وسوريا وتهديد أمن الخليج العربي، حقيقة يصرح بها كبار المرجعيين الإيرانيين. من قبل ذلك ما قاله أحمد عالم الهدى أحد ممثلي خامنئي الذي أكد أن الحشد في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا هذه كلها تعتبر إيرانية. الحشد الشعبية العراق إيراني، حزب الله لبنان إيراني، أنصار الله اليمن إيراني، جبهة الوطنية السورية إيراني. أمام هذا النفوذ الميليشياوي يتلاشى النفوذ المتبقي للجيش الحكومي، ولم يعد له سوى الاسم فقط الذي ينفق عليه مليارات الدولارات بالتدريب والتسليح، حتى أن بعض السياسيين ومنهم زعيم ائتلاف الوطني إياد علاوي قال بصريح العبارة إنه يجب اعتماد قوة عسكرية واحدة في العراق، إما الحشد أو الجيش الحكومي. مبدئياً ضد أي جيشين في دولة، أي جيش يعني، أما جيش واحد، أما يحلون الجيش العراقي يمشون ويا الحشد يخلوه هو الجيش الرسمي، أو يشعلون الحشد والمؤهل والجيد منهم يدخل الجيش، المؤهل والراغب والقادر، أو يلغون الجيش العراقي ويصير هذا واحد. وفي ظل هيمنة ميليشيات الحشد أصبح التعاطي الإقليمي والدولي مع الحكومة التقليدية الممثلة بالرئاسات الثلاث في غاية الصعوبة، وينعكس هذا على الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية
بل إن إبقاء حكومة بغداد في المنظومة العربية ضمن هذه الظروف يعد أخطر ما يهدد الأمن القومي العربي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي سنبحث فيها خطر الميليشيات الطائفية على العراق وعلى جواره العربي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب، وسيكون أيضا معنا من العاصمة السعودية الرياض الكاتب الصحفي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع الدكتور رافع الفلاح. دكتور، هناك من يؤكد خاصة الحكومة وقوى السلطة يعني والميليشيات أن الميليشيات وخاصة ميليشيا الحشد هي عبارة عن تشكيل عسكري بحت أوجدت ظروف معينة، عملية التصدي لتنظيم الدولة بعد العام 2014، وهي تشكيل عسكري فحسب يتبع القائد العام للقوات المسلحة ومرجعية الدولة، طبعا شرع بقرار من البرلمان بلا مضمون أو قوام أو مشروع سياسي. إذا كان الأمر هكذا، فلما كل هذا الخوف والاستنفار من ميليشيا الحشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أستاذ ماجد، يعني التجربة العراقية من عام 2003 لحد الآن تجربة مرة وتجربة غريبة ومدهشة في نفس الوقت. في عام 2003 عندما احتل العراق صدر قرار من الحاكم الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي، وبعد ذلك أيضا أصدر قرارا بتشكيل جيش جديد. الجيش الجديد عبارة عن ميليشيات شكلت، وميليشيات تابعة لأحزاب معروفة دخلت العراق بعد الاحتلال أو وجدت في العراق بتمويل إيراني بعد الاحتلال، وكانت موكلة إليها أغراض سياسية، أغراض تتعلق بتهجير، أغراض تتعلق باغتيال، بملاحقة، باستيلاء، بسرقة، بنهب. هذا ما شهدناه كنا في العراق، والعالم يشهد على هذه القضية. وهذه الميليشيات شكلت منها نواة الجيش الجديد، ما سمي بالجيش الجديد في إطار ما يسمي أيضا العراق الجديد، دمج الميليشيات في المؤسسات الجديدة بعد عام 2014، بعد الانهيار اللي حصل، بعد هذا الجيش اللي كانوا يدعون أنه قد بنوا جيشا يعني قويا بمعدات أمريكية متطورة، وصرفوا المليارات من الدولارات، يعني كانت يخوض حرب عالمية ثالثة ضد الإرهاب. الموازنات كانت السنوية العراق موازنات يعني خيالية، 100 مليار وأكثر، كانت أكثر من ثلاثة أرباع هذه الموازنات هم يعلنون تذهب إلى الجيش، نعم، لتمويل هذا الجيش، لتسليحه، لبنائه. وبالتالي هذا الجيش اللي قالوا عنه جيشا لا يقهر وجيشا بتدريب جديد برؤية جديدة، ناس متخصصين مهنيين مدربين بشكل عالي، وسبعين دولة كانت تساهم أيضا، نعم، التحالف الدولي كله يساهم في تدريب هذا، وكلهم كانوا يعلنون، نعم، أنه ندرب هذا الجيش ومعسكرات في الخارج والداخل بهذه القضية. وإذا به هذا الجيش ينكسر أمامه أعداد لا تزيد عن 100 أو 120 فرد، وبالتالي ينكسر هذا الجيش كسرانا رهيبا. بعد هذه العملية شكل ما يعرف بالحشد الشعبي، وهذا مجموعة ميليشيات الحقيقة شكل بناء على دعوة من المرجعية لمواجهة الإرهاب، مواجهة هو تشكيل طائفي واضح، هذه لا تحتاج إلى يعني شرح طويل، ومهمته أن يواجه هذا الإرهاب. في هذه الحالة الجيش الذي بني في عام 2003 من الميليشيات، دمجوا الميليشيات بالجيش، الآن العملية عكست في عام 2014، دمجوا الجيش، بقايا الجيش هذا الذي كسر وقالوا انكسر في المعركة، مع الميليشيات، العملية انعكست، وبالتالي الميليشيات هي صارت المتحكمة بالعراق كقوة عسكرية، كقوة سياسية أيضا، لأنه دخلت القسم منها قالوا الأحزاب، هي كل هذه الميليشيات تابعة للأحزاب وقوى في العملية السياسية. حتى أن أبو مهدي المهندس قال أنه هذه الحكومة نحن، أو فالح الفياض، نحن شكلناها ونحن نستطيع أن نسقطها. بالتأكيد، وهادي العامري وقف في الموصل قال هذا الحشد الشعبي أقوى الآن قوة موجودة في العراق، لا جيش ولا غير جيش، نعم، هذه هي القوة العقائدية. وكانت الخطوات تجري لإعادة تجربة
تأسيس الحرس الثوري الإيراني في العراق بهذه الميليشيات، وهي هذه الخطة اللي لحد الآن في مسيرتها. هناك قوى سياسية تعمل في البرلمان مسيطرة، هي ميليشياوية مسيطرة على القضايا التشريعية، وهناك قوى عسكرية تحمي هذه، وبالتالي هم من يقيمون الحكومة، هم من يؤسسون كل شيء، كل الاستثمارات والمنافذ الحدودية بيديهم، هم لديهم دوائر استخبارية، دوائر أمنية، سجون الاعتقال، معتقلات للتعذيب، محاكم خاصة، حتى محاكم خاصة لديهم، وسجون سرية، وسجون سرية. هذه هي القوى الميليشياوية منفلتة، لا أحد يستطيع الوقوف أمامها، الجيش يأتمر بإمرتها وهم يتحدثون ذلك. وكل المعارك التي حصلت في العراق واللي دمرت بها المدن، خذ من الفلوجة إلى الرمادي إلى صلاح الدين إلى الموصل، كل المدن، من يعلن عن هذه المعارك كان هي الميليشيات. هذه الميليشيات تعلن، ليست وزارة الدفاع، ليس القائد العام القوات المسلحة، من يعلن عن هذه المعارك وشكلها وإدارتها هي هذه، وكانت بإشراف حتى إيراني. حتى في القصف الإسرائيلي والصهيوني على مواقع الميليشيات تأتي المواقف والبيانات من الميليشيات، من هذه الميليشيات. نعم. وليس من الجيش. لحد الآن الحكومة يعني تحقق في الموضوع، من الذي قصفهم لا تقول، يعني لحد الآن لا تريد أن تحرج نفسها، وقضية أخرى. هذا واقع الحال الحقيقة، هذه هي الميليشيات طبيعتها، وهذه الميليشيات تابعة وهي تعلن، غير يعني لا تخجل من هذا الموضوع، تعلن نحن تابعين لإيران. هذه نقطة مهمة نسأل عنها ضيفنا من الرياض الأستاذ سليمان العقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. يا هلا حياك الله. الصوت واضح؟ واضح واضح واضح. التحالف العربي المكون من السعودية والإمارات منذ 5 سنوات يخوضان حرب شرسة، معركة ضد ميليشيات الحوثي باعتبارها أداة لإيران، أداة بيد الولي الفقيه، وبالتالي هناك خطر يتهدد الأمن القومي العربي أو الخليجي السعودي من اليمن. في العراق ميليشيات مشابهة مماثلة تماما لميليشيا الحوثي تجاهر ليل نهار بالعداء لجوار العرب، تعلن ولاها لخامنئي للولي الفقيه، تعلن أنها تتلقى الأوامر من خامنئي. هل التحالف العربي، أو نتكلم أكثر تحديدا الدولة السعودية التي استشعرت هذا الخطر الحوثي في اليمن والآن تخوض عاصفة حزم منذ 5 سنوات ضد الميليشيات الحوثية، تستشعر نفس الخطر في جوارها الجنوبي في العراق بحكم هذه الهيمنة الكبيرة للميليشيات على الدولة العراقية سياسيا وأمنيا وعسكريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي ماجد وضيفيك الدكتور رافع والأستاذ ثامر ومشاهديكم. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر أنه نفس الخطر الذي يحدق اليوم بالعراقيين بوحدتهم الاجتماعية ووحدتهم الوطنية وبأمن الدولة العراقية هو يحدق بالجميع، لأنه العراق أصبح ساحة إيرانية لكي ما يعني تحقق إيران مشروعها. ولذلك نفس القلق اللي موجود عند العراقيين الشرفاء طبعا هو موجود عند السعوديين، وبالتأكيد موجود لدى الحكومة السعودية. وإذا سمحت لي يعني استعيد فكرة إنشاء هذه الميليشيات في المنطقة أو على الأقل في العراق. نعم. لأنه فكرة إنشاء ميليشيات قبل الغزو الأمريكي للعراق، يعني أيام الحرب العراقية الإيرانية أنشئت ميليشيات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة محمد باقر الحكيم. باقر الحكيم. نعم. نعم محمد باقر الحكيم. نعم. وحاربت مع الجيش الإيراني ضد الدولة العراقية وضد الشعب العراقي. فهذا الحقيقة واضح منذ بدء تأسيسها، وبعد الغزو الأمريكي للعراق والتخادم الأمريكي الإيراني حل الجيش العراقي الوطني اللي عنده كان عقيدة وطنية، واستبدل بجيش جديد من هذه الميليشيات التي جاءت تحت العلم الأمريكي وبرفقة الدبابة الأمريكية. لذلك أنا عندما أدخل في حوارات مع الأخوان
التابعين لإيران في العراق ويندّدون ويستنكرون الوجود الأمريكي في الخليج، أرد عليهم بأنكم أنتم أساساً جيت دخلتوا العراق تحت ظل الدبابة الأمريكية، ما يعني وبتفاهم أمريكي إيراني اليوم تحكمون وتمشنون. اليوم الميليشيات اللي في العراق تهدد السعودية، أعلنتها يعني ما يحتاج يعني الألغاز تفسر أو العبقريات تفهم، هي أبو مهدي ولم المهندس. والقضية لم تقتصر على التهديدات، هناك قصف جرى في سنوات سابقة لمخافر سعودية، القصفين الأخيرين تحدثت عن المصادر الغربية، هناك تأكيدات أنه انطلق من العراق. نعم هم هددوا أولا ومن ثم قصفوا بصواريخ الكاتيوشا الحدود بمثابة رسائل إيرانية، احنا فاهمين كل الموضوع اليوم. وطبعا بما فيه نوري المالكي وبما فيه الشلة كلها حقت الميليشيات اللي تحكم الآن تحكم في العراق، وقالوا قادمون يا موصل، قادمون يا حلب، قادمون يا صنعاء، قادمون يا مكة، وهم أعلنوا يعني هم أعلنوا بعظمة لسانهم إنهم قادمون، يعني هم ينفذون مشروع صفوي إيراني فارسي، وهم راضون كالقطعان راضون بأنهم ينفذون هذا المشروع عن رضا وقناعة. هم يعتقدون أنه الولي الفقيه في طهران سيعطيهم صكوك الغفران أو صكوك دخول الجنة أو هكذا، هم مقتنعون على كل حال. هذه إذا سمحت لي أستاذ سليمان حتى لا نستغرف التاريخ، هذه الرؤية الآن التي تتحدث بها الآن، هل هذه نفس الرؤية المقاربة للوضع في العراق ولوضع الميليشيات تشعر يعني موجودة عند الدولة الرسمية السعودية؟ هي مؤكد يعني أصلا أساسا عاصفة الحزم قامت عاصفة الحزم من أجل عدم تكرار تجربة العراق. وطبعا عاصفة الحزم اللي يقولون عنها أنها ما سوت شيء، منعت إيران، أبعدت إيران عن باب المندب وعن خط الملاحة الدولي بالبحر الأحمر، وقوض الوجود الإيراني الآن في جبال صنعاء وصعدة وعمران، نعم، وذمار، الأربع محافظات هذه التي يمكن يكون فيها بيئة نعم. لهم تستوعبهم أو ربما تتجاوب معهم، إنما خطرهم انكفى عن باب المندب وعن البحر الأحمر نعم. وعن الجنوب، عن خليج عمان وعن خليج عدن وعن البحر العربي وعن المواقع التي تقدر تقول إنها استراتيجية للتجارة الدولية. وعلى كل حال هم يعني يعلنون، الحوثيين يعلنون انهم قادمون يا مكه، وهم لا يخجلون من انهم يقولون انه اذا استطعنا سناتي الى مكه. لذلك هم مشروعهم واضح يا اخي، المشكله ما فيهم هم، واضحون المشكله في الفعل في المشروع العربي. سنتحدث يعني لما سنتحدث ايضا عن، اذا سمحت لي نتحدث عن المشروع المضاد اذا سمحت لي استاذ سليمان، نتحدث عن المشروع العربي المضاد لهذا المشروع الايراني. اسمح لي. نعم هذا هو. اشكرك دكتور ثامر العلواني في عمان. الان الكل بات يحذر من خطر الميليشيات الطائفيه في العراق وعلى جوار العراق، وقدم رؤية أو جزء من رؤية الأستاذ سليمان العقيل لضيفنا من السعودية، حتى سنة العملية السياسية بات حديثهم عالي من يعني أكثر وضوحا فيما يتعلق بالميليشيات، ارتباطها بإيران، مرجعيتها إيران، تنفذ مشروع يعني خارج الأجندة العراقية. حتى الأمريكيون أنفسهم الآن يتحدثون عن هذا الخطر. ما هي مسؤولية الأمريكيين، الغزو الأمريكي، عن تنامي هذا الخطر وتغوله حتى بلغ الآن مرحلة التهديد للداخل العراقي ولجوار العراق لأصدقاء أمريكا حتى في المنطقة؟
اولا تحيه لضيفيك الكريمين الاستاذ رافع والاستاذ سليمان من المملكه العربيه السعوديه. اخي الكريم، من جاء بالعمليه السياسيه وفرضها على العراقيين هو اراد ذلك. الميليشيات في ظل العمليه السياسيه وحكوماتها المتعاقبه هي المتحكم بالعراق، والشواهد على الارض والمعطيات الموجوده تقول ان الميليشيات بجانب العسكري والسياسي هي الاقوى، وهم من يتحكم بمصير العراق فعليا، لانهم استطاعوا ان يفرضوا على السلطه الحاليه السيطره على نصف الدوله ومؤسساتها، ونجحوا في المساومه على النصف الاخر. اذا هم في هجوم، والطرف الاخر في حاله دفاع، ولا يستطيع ان يستخدم القوه امام هذه الميليشيات. في الوقت نفسه هذه الميليشيات لن تتنازل عما اكتسبته الا بسحب اسلحتها، وهذا ما لم تتنازل عنه الميليشيات ابدا. اسمعني اخي استاذ ماجد. اسمعك. قبل يومين فقط اعتقد رئيس الحكومه عادل عبد المهدي تحدث عن ان الحكومه انجزت من ملف حصر السلاح بيد الدوله 90% من السلاح تم الان بيد الدوله وبيد الحكومه. الو، اسمعك. اي اخي العزيز، الميليشيات الآن هي تمتلك نصف الدولة بمؤسساتها بوزاراتها بعسكرها. أكو مشكلة بالصوت، إذا حتى بس نضبط الصوت ويا ضيفنا من عمان دكتور ثامر العلواني نرجع للدكتور رافع الفلاحي. بلكي تضبطون الصوت والله يا دكتور. يعني ثامر، دكتور رافع، هناك من يتحدث أن الحكومات بعد 2003 بسبب الوضع الملتبس، احتلال، مقاومة، مع أيضا مع قضية الإرهاب، أصبحت هذه الحكومات مغلوب على أمرها كل هذه المرحلة السابقة. الآن انتهت من يعني 80 أو 70% من التحدي الأمني الموجود في العراق، وبدأت خطوات وإن كانت بطيئة أو ربما قليلة في عملية تحجيم الميليشيات، وتجلى هذا في إقصاء عدد من زعماء الميليشيات. رئيس الحكومة تحدث أنه الدولة حصرت حوالي 90% من السلاح بيدها، لذلك مطلوب أن الحكومة يصبر عليها وتشجع على هذه الخطوات وإن كانت البطيئة لكنها راسخة وثابتة. يجب أن تعطى، هناك من يقول طبعا يجب أن تعطى فرصة، هي الآن ثمت مؤشرات على عملية تثبيت أو ترسيخ أو إظهار الدولة الرسمية، الدولة الواضحة للعيان. أستاذ ماجد، الكلام لا يتعلق بالشعارات والتصريحات والخطب، الكلام يحتاج إلى تطبيق واقعي على الأرض. ما الذي يمنع هذا التطبيق؟ فيما موجود على الأرض من عام 2003 لحد الآن ولم يتغير، هي عملية سياسية صممها الأمريكان، صممها المحتل، وكل هؤلاء الذين دخلوا فيها فرحوا بها. نعم، عملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية والإثنية، تقاسموا في هذه داخل هذا إطار هذه العملية السياسية، تقاسموا المكاسب وتقاسموا النفوذ، وصراعهم حتى الداخلي، حتى هاي المناكفاتهم الداخلية هي على المكاسب والنفوذ، من يوسع نفوذه أكثر، من يأخذ مكاسب أكثر، ليس أكثر. وخلال كل هذه السنوات جرت ما يسمونها بالانتخابات كلها، يتبادلون فيها الأدوار، من هم في المؤخرة ربما يتقدمون إلى الأمام، من هم في الصف الثاني يتقدم للصف الأول، من هو أمام الشاشة يتراجع إلى الوراء يتقدم، أو تبقى نفس الوجوه. هذا ما حصل منذ عام 2003 لحد الآن. ولو الآن وضعنا يعني الأسماء كلها والصور أمامنا كلها، سنجد أن كل الرموز التي بدأت في عام 2003 ما زالت موجودة بأحزابها بقواها حتى بشخصها، ما زالت هي وما زال الإطار الحاكم لكل هذه العملية هو العملية السياسية لكل العراق، العملية السياسية المبنية على المحاصصات الطائفية، واللي أسست لدستور قائم على المكونات وليس على المواطنة، وبالتالي به ألغام كثيرة أدت إلى خراب العراق، وأدت إلى أن تعطي شرعنا لهذه العملية السياسية لكي يستمر هؤلاء في هذا الموضوع. يتحدثون عن أن السلاح بيد الدولة، السلاح الآن ليس بيد الميليشيات فقط،
بيد العشائر وبيد العصابات الآن صراعات بين عشائر تستخدم به حتى الدبابات، حتى الدبابات استخدمت واستخدمت الطائرات بدون طيارين في 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 صراع بين عشائر. يقول قائد رشيد فليح قائد شرطة البصرة، نعم، يقول إن السلاح الموجود بيد العشائر يعادل أو ربما أكثر من سلاح فرقتين عسكريتين. طيب وين كلام رئيس الوزراء وكلام الحكومة؟ هذه كذبة كبيرة الحقيقة. السلاح بيد من هب ودب في العراق الحقيقة، والعصابات والميليشيات والعصابات والميليشيات تصول وتجول بالأسلحة ولديها، وبدليل أنه هذه الميليشيات التي نتحدث عنها لديها مخازن خاصة بالسلاح لا تعرف عنها وزارة الدفاع، هذه وزير الدفاع هذا من يسمونه وزير، ولا حتى الحكومة دكتور عندما قصفت لا يعرفون ماذا، نعم، في هذه المخازن. في القصف في منطقة سليمان بيك في صلاح الدين الحكومة شكلت لجنة تحقيق، الميليشيات منعت دخول أعضاء، نعم، اللجنة التحقيقية، نعم، إلى الموقع المقصوف، ولا أحد يعرف. الكثير من القادة الذين يسمون نفسهم عسكري قالوا لا نعرف ما من نوعية هذا السلاح، نوعية العتاد اللي موجود عندهم. قضية غريبة عجيبة. الآن تستطيع أن يعني تشتري السلاح وتجارة السلاح، أسواق السلاح مثل أسواق الطماطة والبصل في العراق والخضروات، هذه حقيقة، مثلها مثل أسواق المخدرات الآن في العراق، نعم. العراق بلد مكشوف الحقيقة. وهذا الكلام عن حصر السلاح هذا تحدث به العبادي وتحدث به المالكي وكلهم يتحدثوا به، وجع فريق قبلهم تحدث، هذا كلام للاستهلاك المحلي. حصر السلاح بيد الدولة، الميليشيات نحن مسيطرين عليها، يعتقلون كم واحد من الميليشيات ويقدمون وجوها جديدة أخرى من الميليشيات، فالعملية في نفس التراوح في نفس مكانها، والميليشيات تتوسع وتتعمق وتأخذ مساحة أكبر ونفوذ أكبر وتسيطر أكبر، وبدليل أن الدولة غير قادرة أن تتخذ أي قرار يواجه هذه الميليشيات، حتى مع قضية المواجهة يعني الوقوف مع إيران ضد أمريكا، نعم، وتحويل العراق إلى ساحة معركة. الحكومة باستحياء بخطابات فيها كثير من الترجي والتوسل لهذه الميليشيات أنه اكفونا الشر، يعني لا تدخلونا في معركة، احنا مو غير قادرين أن ندخل. سنتحدث دكتور عن قدرة أو إرادة الحكومة على جبهة، وبالتالي أريد أن أقول يعني الحكومة تتحدث مثلا عن علاقات، تطوير علاقات مع دول الخليج العربي ومع السعودية ومع دول العالم، والميليشيات تشتم هذه الدول علنا وتهددها وتقصفها، ولا تستطيع الحكومة أن تقول لهذه الميليشيات كفى اسكتوا هذا لا يجوز لا نقبل به الحقيقة. هذا الموضوع. إذن من هو أعلى صوتا، من هو أكثر تأثيرا، هي الميليشيات، وبالتالي كل الكلام عن حصر السلاح عن تحجيم الميليشيات مجرد هواء في الشبكة. نتحدث إن شاء الله في النصف الثاني عن المزيد من الصور عن اختطاف أو خطف الميليشيات الطائفية للدولة العراقية التقليدية. نستأذن من الضيوف الكرام جميعا ومن المشاهدين أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة مع ضيوفنا عن خطر الميليشيات الطائفية ومشروعها على العراقي وعلى جواره العربي. ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في خطر الميليشيات الطائفية على العراقي وعلى جواره. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر العلواني، ومعنا من المملكة العربية السعودية الكاتب الصحفي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، إيران الآن تستخدم هذه الميليشيات سواء في اليمن سواء في العراق، ميليشيا الحشد وغيرها طبعا من المناطق التي فيها صراع، حولت إيران إلى صراع ذي صبغة طائفية، تستخدمها وتكلم عن العراق تحديدا في إيصال رسائلها العسكرية، رسائل عسكرية وأمنية إلى دول المنطقة المختلفة معها، وخاصة طبعا المملكة العربية السعودية، وما جرى من قصف لأرامكو يعني أخيرا، وأيضا هناك قصف قبله وقصف مخافر حدودية. القضية تعدت التهديدات، تعدت الكلام السياسي والإعلامي. هذه مرحلة خطيرة، وربما هناك مرحلة أخطر إذا ما تأزمت العلاقة أو تصاعد الصراع بين السعودية وبين إيران. ماذا أنتم فاعلون؟ نعم، هو الحقيقة السؤال هذا لا يطرح فقط على السعوديين، لأنه هو صحيح أن المملكة العربية السعودية اليوم هي القوة المتماسكة الثقيلة التي تواجه إيران وتعلن المواجهة بدون مواربة وبدون يعني استحياء، وهي تدرك الأخطار، بينما مع الأسف الشديد الآخرون إما يتعاملون بسرية أو يتعاملون بعلنية مع الإيرانيين، و يعني أكثرهم يعني ذكاء هو الذي يبتزنا بالتهديد الإيراني. فالحقيقة لا يوجد، يعني أنا أتطلع لمشروع عربي، لكن لا يوجد الحقيقة مشروع عربي يواجه هذه المحور، هذا محور، هذا ما هو إيران فقط. ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط. برأيك ما الذي يمنع بلورة مشروع عربي مضاد لهذا المشروع الإيراني ذي المضمون الطائفي؟ أنا أولاً أتفق معك أنه المضمون الطائفي موجود، لكن المشروع ما هو مشروع طائفي، المشروع مشروع قومي فارسي، تمام، يتخذ من مختلف العناصر سواء أيديولوجية أو سياسية أدوات لتنفيذ مشروعه. المشروع أنا في رأيي مشروع سياسي استعماري إيراني للمنطقة العربية، ويستخدم العرب سواء في حرب مع بعضهم البعض أو في حروب مع الآخرين، ويستخدم الساحة العربية ويستخدم الثروة العربية أيضا في هذه الحروب التي تحقق المصالح الإيران. ويبدو لي أنه في تفاهم أو نوع من التفاهم الإيراني التركي الإسرائيلي ضد هذه الأمة التي ابتليت بثلاث أعداء خطيرين الحقيقة. يعني عندما تبتلى أمة بجيران كلهم يصيرون في مستوى هذه الخطورة ويتفاهمون استراتيجياً، يحتاج الأمر إلى مشروع استراتيجي، يعني هذا اللي هذا هو المطلوب. لكن الحقيقة لا الجامعة العربية ولا القوى النشطة والمركزية في المنطقة حاولت إن يعني تبلور مشروع مواجهة. إذا سمحت لي لنحيل نفس السؤال إلى دكتور رافع الفلاحي لنسأل أيضا أنه ما هي المعوقات؟ لماذا لا يكون هناك مشروع عربي؟ ما الذي يمنع تبلور هذا المشروع العربي بعد كل هذه المرحلة إذا سميت يعني العشرين سوداء؟ الآن إحنا 17 سنة من 2003 إلى اليوم، مرحلة من الانحطاط من القتل. ما الذي يمنع بلورة مشروع عربي؟ ما هو المطلوب لبلورة مثل هذا المشروع؟ أستاذ ماجد، كل دولة، كل مجموعة دول يعني متآلفة مع بعضها، مثل مجلس التعاون الخليجي مثلا، نعم، أو كل منظومة إقليمية
تدرس وكل دولة تدرس ما هي المخاطر والتحديات التي تقف أمامها وتهدد أمنها القومي أو الوطني. نعم. وتضع أسئلة. نعم. مجمل أسئلة، هل تستطيع أن تتعايش مع هذا الخطر ولمدة شقد؟ ما هي المدة التي تستطيع أن تتعايش مع هذا الخطر؟ ثانيا، هل تستطيع أن تواجه هذا الخطر بدبلوماسية عالية وتستطيع أن تسكت هذا الخطر أو تحيده أو 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 تجلبه إلى جانبها تنهيه لهذا الخطر، أو مواجهة هذا الخطر عسكريا سياسيا وما هي المخاطر؟ ثم ثانيا، إن لم تستطع يعني إن لم تستطع ذلك، ما هي يعني ما هي أولوياتها؟ كيف تتعامل مع هذا الخطر؟ ما هي القوى التي تستعين بها طوال هذه السنوات؟ يبدو دكتور، إذا سمعت لي، يبدو أن العرب الرسميين مدركين لهذا الخطر الإيراني، لأنه هو الحقيقة على أبوابهم وربما تحت أسرتهم، لكن لا زالت المراهنة على قوى خارجية في الحماية. هذا الموضوع. نعم. هذا الموضوع في عام 2003 عندما تم احتلال العراق بات واضحا أن المنطقة كلها والعرب كلهم كشف ظهرهم وانكشفوا استراتيجيا. نعم. المنطقة كلها كشفت استراتيجيا، الاعتماد كان على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تقول أنا حليف مؤتمن استراتيجي لكم، أرعى مصالحكم وتقدموا لي خدمات مالية وخدمات أخرى، خدمات لوجستية، وبالمقابل أقدم الحماية لكم. لكن هذا لا يمنع أن هذه المنظومات ومن ضمنها حتى منظومة مجلس التعاون الخليجي أن تعرف أن ما حصل في العراق هذا كارثة كبيرة، وهذه النيران التي اشتعلت بالعراق هي نيران إيرانية، وهذا المشروع الأمريكي اللي تحت مظلته تداخل هذا المشروع الإيراني ودخل وتغلغل وتمكن من العراق، هذا لا يمكن أن يقف هنا. لذلك صار الحديث عن هلال، عن هلال شيعي. أنا لا أتكلم بالطائفية، لكن أتكلم بواقع استراتيجي عن هذا المشروع. هو مشروع سياسي، نعم أتفق معه، أتفق له، ويتخذ من العباءة الطائفية من المذهبية عباءة لتمضية في إيران، يراهنون على تاريخهم القديم، على الدولة الساسانية التي كانت تحكم العالم. نعم. الإمبراطورية، وهذه المراهنة يعتقدونها ناجحة بسبب ضعف المنطقة، بسبب الضعف الهائل اللي في المنطقة. وهذه نقطة مهمة دكتور، أسمحت لي. نعم. هاي نسأل الدكتور لأن الوقت أيضا يعني يكاد ينفد. دكتور ثامر العلواني، هذه الميليشيات التي تغولت وتمددت وتوسعت، من الذي سمح لها أن تكون ميليشيات من محلية داخل العراق إلى ميليشيات طائفية عابرة للحدود تهدد الدول، تنخرط في صراعاتها كما هو الحال في سوريا، ميليشيات موجودة في سوريا مستعدة للذهاب إلى اليمن أيضا وللحرب مع الحوثيين، مع العلم أن هذه الميليشيات قيل عند تأسيسها أن مهمتها وطنية بين قوسين للتصدي للإرهاب الموجود في العراق وحسب. أخي الكريم أستاذ ماجد، من جاء بالعملية السياسية فرضها على العراقيين وأراد ذلك، الميليشيات ظل العملية السياسية وحكومات المتعاقبة هي المتحكم بالعراق، والشواهد على الأرض والمعطيات الموجودة تقول إن الميليشيات بجانبها العسكري والسياسي هي الأقوى، وهم من يتحكم بمصير العراق فعليا، لأنهم استطاعوا أن يفرضوا على السلطة الحالية السيطرة على نصف الدولة ومؤسساتها، ونجحوا في المساومة على النصف الآخر. إذن هم في هجوم من الطرف الآخر في حالة دفاع، لا يستطيع أن يستخدم القوة أمام هذه الميليشيات، وفي الوقت نفسه هذه الميليشيات لن تتنازل عما اكتسبته إلا بسحب أسلحتها، وهذا ما لا يمكن أن تتنازل عنه هذه الميليشيات أبدا. فيلزم من ذلك تقديم الميليشيات وكسبها مزيد من النصف الآخر الذي هو في الأصل هش البنية، لأن النصف الآخر من العملية السياسية غير منسجم، لأنه يضم تحته أحزاب شيوعية وعلمانية وأحزاب سنية وحتى شيعية، لكنها لا تنضوي تحت الطرف الآخر اللي هو طرف الميليشيات. لذلك المعركة ستكون صعبة جدا في ظل العملية السياسية. أما السماح لهذه الميليشيات في الانخراط في الصراع الدائر، فلأن هذه الميليشيات تتبع إيران، وهم يصرحون جهارا نهارا مثل ما بينتوا في تقريركم بذلك، ولا يستحون ولا يخشون من أحد، يقولون إذا ضربت إيران فلن نسكت، فلن تسكت هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات هي ذراع إيران في العراق،
كما أن الحوثيين ذراع إيران. حسن نصر الله إن المنطقة ستشتعل كلها إذا ما ضربت إيران. ولذلك عندما يصرح السفير بأن القوات تستهدف في العراق تشوف حرب. اكو مشكله بالصوت من عمان ويا ضيفنا دكتور ثامر العلواني. على كل شكرا لدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئه علماء المسلمين، كان معنا عبر السكايب والصوت كان ايضا سيء مع الاسف، شكرا جزيلا له على هذه المشاركه. استاذ سليمان العقيلي، يعني بعد 17 سنه على الغزو الامريكي انكشف ظهر العرب امنيا واستراتيجيا، أصبحوا أمام زحف إيراني لا يوفر أحدا في العراق في اليمن في سوريا، لكن بعض الحقيقة الأنظمة العربية لا زالت تراهن على شخصيات أصلا طائفية موجودة وأيضا صاحبة ميليشيات في العراق لانتزاع العراق من المخالب الإيرانية، لإرجاع العراق إلى حاضنته العربية، لإرجاع العراق إلى هويته العربية. وأن نكون أكثر تحديدا، السعودية استقبلت مثلا شخص ميليشياوي مثل مقتدى الصدر والإمارات في مراهنة عليه على أنه يكون المنقذ للعراق، إرجاع إلى حاضنته العربية. هل تعتقد أن هذا الرهان يعني جدي منطقي سيكسب في النهاية؟ المراهنون على هذا الخيار سيربحون في النهاية؟ أولا إذا سمحت لي مقدمة تؤدي إلى الإجابة على سؤالك إذا في وقت. تفضل. عندما نشأ الإرهاب في العراق، الذي أنشأ الإرهاب ودعمه وموله واستقدمه من أفغانستان هم الإيرانيون. وصحيح أنه الإرهابيون عرب ومن الخليج، من السعودية ومن تونس ومن أوروبا، لكن الذي ركب التركيبة ومولها، وهذه أثبتته الوثائق الأمريكية، وثائق بن لادن الذي كشفها الأمريكيون من قصره في باكستان، واتهام المالكي لنظام الأسد أنه من درب ومول وعبر الإرهابيين إلى العراق. بالضبط، المالكي أعلنها. أعلن في عام 2014 أنه نظام الأسد هو اللي صدر الإرهابيين. إذن هم إيران والنظام السوري هم الذين استخدموا، هم الذين مولوا الإرهابيين واستخدموهم. استخدموهم ضد من؟ أولا استخدموهم ضد الأمريكيين لأنهم أرادوا الإيرانيين الانفراد بالعراق، والأسد كان خائف من أنه يأتيه ما أتى النظام العراقي السابق. الوقت مو بصالحنا استاذ سليمان. اشكرك على هذا الشرح او الايجاز التاريخي لقضيه ايران. والارهاب فقط سؤالي. انا اقول انه الناحيه الثانيه انهم ارادوا استخدام الارهاب لاثاره الغرائز الطائفيه في العراق. وهذا شيء مهم من أجل الشيعة أن يرتمون بالأحضان الإيرانية. سؤالك عفوا أستاذ ماجد، سؤالي ثمة مراهنة من أنظمة عربية على شخصيات طائفية، جزء من المشروع الطائفي، جزء من مشروع إيران، جزء من مشروع الميليشيات. واضح. طالما هذا المشروع الإيراني يا أخ ماجد هو تخويف الشيعة في العراق من العرب السنة، لماذا نحن نترك الفضاء للإيراني يشتغل على البعد الطائفي؟ لابد أن نفتح الأبواب مع من نعتقدهم أنهم حكماء في الطائفة الشيعية وقادرون على إحداث توازن سياسي وحكمة وطنية وعندهم روح وطنية، مثل مقتدى الذي لم يؤسس نفسه في إيران. مقتدى الصدر ما راح تكون في العراق سياسيا، هو بيئة تكون فيه بيئة وطنية داخلية عراقية، وهو ذو نزعة وطنية. إذن أنا أقول طالما أن الإيرانيين يشتغلون على العامل الطائفي، واجب نحن وأنتم وكل الخيرين في الأمة أن يسقطوا هذا العامل الذي يقتات منه الإيراني. هذه هي الفكرة اللي، ولذلك ينبغي تستقبلت الرياض مقتدى وغير مقتدى والحكيم. وممكن تستقبل غيرهم، لأنه يا أخي لا يجوز أن نترك الأخوان الشيعة
حتى لو كان لنا وجهات نظر في 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 بعضهم. نعم. نحن لنا وجهات نظر في بعضنا وفي داخل الأسرة الوطنية لنا وجهات نظر في بعض، وداخل الملة الواحدة لها وجهات نظر في بعض. فاختلاف الآراء السياسية والعقائد الوطنية والسياسية لا يمنع الحقيقة من التشكل في بيئة وطنية أو في بيئة قومية وكسر الأدوات التي يستفيد منها الأجنبي. أشكرك. شكرا. نعم. أشكرك أستاذ سليمان، أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر من عندك لأن الحقيقة الوقت فعلا يكاد ينتهي في الدقائق الأخيرة. شكرا للكاتب الصحفي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي، كان معنا من العاصمة السعودية الرياض عبر السكايب، شكرا جزيلا له. دكتور رافع، أنا أعتقد يعني لا، الفكرة اللي تحدث عنها الأستاذ سليمان فكرة خاطئة جدا. نعم. جدا، فكرة غير واقعية وغير منطقية. لما أولا كل من يتحدث عنهم، هؤلاء هم أدوات لتخريب العراق، هم لتدمير العراق، هم أدوات إيرانية وساهمت منذ 16 سنة لحد الآن، طوال هذه 16 سنة في تدمير العراق وفي تهجير الناس وفي قتل الناس وفي تهجيرهم وفي السيطرة على وبناء الميليشيات والسيطرة على الدولة وجعل العراق أيديولوجيا تابع إلى إيران، وهذه حقيقة. حتى التظاهرات التي خرجت في شباط 2011 من قمعها؟ من استطاع أن يتآمر عليها؟ مقتدى وغير مقتدى، وهذه حقيقة. لا يتحدثون يعني ميليشيا جيش المهدي ماذا فعلت عام 2006؟ ما هو هذا التهجير والقتل والسلب وحرقه وتهديم الجوامع وحرق، هذه قضية غير شكل. نحن لا نتحدث عن ناس، لا نتحدث عن شعب. في العراق هناك مذاهب شيعة وسنة وكل هؤلاء الناس البسطاء، احنا لا نتحدث عن، نتحدث عن قيادات. هذه القيادات مرتبطة بمشروع إيراني، هم رأس النفيضة فيه مثل ما يقال، يعني رأس الرمح هم هؤلاء. كيف تتعامل معهم وتريد أن تقنعهم لبناء مشروع وطني وهم أساس المشروع الإيراني؟ لا يمكن، هذه قضية خاطئة جدا جدا. من تستطيع أن تتعامل معهم شيعة وسنة، هناك في العراق يعني ولاد ولا يخلو من قيادات وطنية ومن شخصيات وطنية من فكر وطني، الأرضية الواسعة من الفكر الوطني والناس الوطنيين والناس اللي يحبون وطنهم ويحبون العراق. فبالتالي أنا أريد أن أقول شيء مهم جدا جدا، حارس المرمى في كرة القدم، في لعبة كرة القدم، لا يدافع عن المرمى من داخل المرمى، يدافع عن المرمى من خارج المرمى. أشكرك. من أمام المرمى، على هذه الدول، دول الخليج والدول العربية التي انكشفت هذا الانكشاف، أن تدافع عن العراق لأنها تدافع عن مصالحها. والدفاع عن العراق يستوجب تحديد من هي القوى التي تتعامل معها. أنا أبقى 16 سنة نتعامل إحنا مع كل هذه القيادة، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ما هو التعامل هذا اللي أشار للأستاذ سليمان مع احترامي لكل أفكاره؟ ما الذي حصل؟ وصلنا إلى حالة هذه الميليشيات التي تحدث عنها تقصف السعودية. أشكرك. الآن وتهددها بالاحتلال وتهددها بشكل واضح. هل يستطيع أحد أن يخرج ويؤسسون حكومات طائفية فاسدة تخرب العراق وتؤدي بالعراق؟ فهذه القضية غير شكل. نحتاج إلى مشروع عربي نعم، ونحتاج إلى مشروع وطني نعم، وقادرين أن نصنعه، لكن برؤية جديدة، بفكر جديد، بقراءة جديدة، وليس بالقراءة هذه الحالية اللي استمرت 16 سنة من فشل إلى فشل. شكرا للدكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي. شكرا للدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب. وأيضا الشكر موصول للأستاذ سليمان العقيلي، الكاتب الصحفي السعودي، كان معنا من العاصمة السعودية الرياض عبر سكايب. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.